احذروا ايها الشباب ان يفرق النظام صفكم، فهذا هدفه، يريد ان يشق العصا بينكم وبين الرجال الذين صبروا وصابروا. انتم المشترك، والمشترك هو انتم، نحن يد واحدة وقلب واحد وهدفنا واحد، كلنا من طرف اليمن الى طرفه، الا من خان هدف الثورة وتنازل عن الرحيل الفوري او التنحي الفوري فليس منا ولسنا منه. واحذروا ايها الشباب ان يشقوا الصف بينكم وبين الرجال الذين وقفوا مع الثورة، فإن أبناء الأحمر كلمة عدل لا يستوون، منهم أمة قائمة، أمرنا الله بالعدل في القول وإذا قلتم فاعدلوا، وأمرنا بالعدل في الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمرنا أن نعدل في الشهادة، كونوا قوامين لله شهداء بالحق. هذا مبدأنا، من وقف معنا ومن وقف مع ثورة الشعب فهو منا.